FM. الكلمة ليك. بالنسبة للنشاط لحد الآن ما توقف، هناك شلل تام في كامل أقاليم شركة صادقة، وذلك نتيجة احتجاجات عديد العاطلين، خاصة بعد مناظرة الإداب 1900 عون، وهم بطبيعة الحال يطالبوا بالتشغيل قبل كل شيء. هناك تفاهم بمطالب التشغيل والتنمية في الجهة، ولكن هذا بطبيعته أثر على نشاط الشركة بشكل كامل، وأصبح يهدد بصفة جدية بعواقب وخيمة على المدى الطويل. بالنسبة لحملة من عصفات تقوم بعديد التحركات في اتجاه فك الحصار على شركة قرصة من خلال إيجاد عديد الحلول، خاصة على مستوى التنمية وتشغيل شباب الجهة العاطين عمل، بالنسبة لأمس لقاء اجتماع في مقر الاجتماعي للشركة، واليوم هناك وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قفصة لحل الوضع، ثم تحديث الجهات المسؤولة بخطورة الوضع الكارثي اللي بثت عليه الشركة، وليس الشركة فقط ولكن حتى محيطها الاجتماعي أكيد سيتأثر بهذا الوضع، باعتبار أنها شركة القصة تبقى ديما الضامن الوحيد للأمن الاجتماعي والاقتصادي بجهة بأكملها تتمعش بنسبة 70% على بقطاع القصات. الكلمة ليك.